السلام عليكم. محاضرة مناعة النظري 13 بعنوان hypersensitivity reaction، تفاعلات فرط الحساسية. ماذا نعني بال hypersensitivity reaction؟ hypersensitivity reaction means inappropriate increase response to antigen، اللي هنا راح نسميه allergen. The cause of hypersensitivity reaction may be either humoral or cell-mediated immune response. معناته إنه increase in response to antigen، يعني معناته تفاعلات مناعة الجسم ضد الأنتيجين بس بصورة غير منضبطة، يسموها inappropriate، مو مضبوطة مثل ما هي. إحنا نحتاج للدفاع عن الجسم مثلاً أنتيجين يدخل يطلع له كمية أنتيبودي معادلة إلى أو كمية خلايا إلى، هنا تيجي يسموه أبروبريت، هنا inappropriate راح يصير فد مشكلة معينة نتيجة response to أنتيجين. أنتيجين يجينا من خارج الجسم، أنتيجينات بتفاعلات الحساسية راح نسميها الألرجينز. الألرجينز معناتها أنتيجينات هي بتفاعل حساسية اللي راح تتفاعل ويا مناعة الجسم الموجودة وسبب لنا تفاعلات الحساسية. The course of hypersensitivity reaction may be either humoral or cell-mediated immune response، أو اللي هو أصلاً هاي شغل المناعة، أما يكون humoral اللي هو متمثل بالأنتيبودي أو تشارك بها cell-mediated immunity أو cell-mediated immunity وحدها. أكو اثنين، واحد اسمه جل واحد اسمه كومبوست. They so divided it into four types. Three of them occur within humoral branch and one with cellular branch. دول قسموا تفاعلات الهايبرسنسيفتي إلى أربعة أقسام. انطوها تسميات التايبس مثل ما نشوف قدامنا. Type 1 hypersensitivity, Type 2, Type 3, Type 4. قسموا أنواع تفاعلات الحساسية إلى أربعة أنواع. Type 1 اللي هو سميناه أو راح نسميه اليوم راح ناخذه هو الـ immediate hypersensitivity reaction، من اسمه immediate يعني مباشر، يعني رأسا يتفعل أول ما يدخل الألرجين، ما ياخذ فترة طويلة، لا يتفعل مباشرة، يسموه immediate. اللي نسميه anaphylactic reaction. anaphylactic reaction اللي هي تفاعلات حساسية تصير type 1 hypersensitivity. النوع الآخر من type 2 اللي هو سايتوتوكسيك يسموه hypersensitivity reaction، والنوع الثالث immune complex mediated hypersensitivity، والأخير cell mediated، اللي هذول كلهم راح ناخذهم إن شاء الله بالمحاضرات الجاية. اليوم محاضرتنا فقط التايب 1 أو نسمي immediate hypersensitivity reaction اللي سميناها بين قوسين تفاعلات الأنافيلكتيك اللي الشري، مثل الشري نسميها، يعني مثل هسه راح ناخذ عليه أمثلة تعرفوها شنو هي. Reaction occur by allergen reacting with cell-bound IgE. تذكرون IgE؟ ها صار كم مختبر ناخذه؟ قلت لكم تذكروا بديش المحاضرة؟ هذا المختبر الثاني أو المحاضرة الثانية اللي ناخذ بها IgE. هذا التفاعل يحدث بواسطة cell-bound IgE antibody، يعني يفعل أو ينشط التفاعل هذا بوجود IgE مرتبط على خلية cell-bound IgE. This type of hypersensitivity reaction may range from life-threatening anaphylactic reaction to lesser such a hay fever. يعني بعض الأحيان بعض الأنواع الـ type 1 hypersensitivity تكون مهددة للحياة، خطرة قاتلة، وبعض الأمراض البي أو الحالات اللي تصير بي تكون متوسطة، كمثال عليها الهاي فيفر، وهسه راح ناخذ أمثلة عليهم وتعرفوهم شنو الوسط وشنو الشديدة. Type 1 hypersensitivity reaction result from release of pharmacological active substances from mast cell and basophils following reaction between the allergen and IgE which are present on the surface of the these cells. احنا بالنقطة الأولى اللي تشوفوها فوق قلنا هو cell bounded IgE. هذا cell bounded IgE وين يكون؟ على خلايا معينة bounded to cells اللي هي الماست سيل اللي مسويه لكم بالبولد والبيزوفيل. الماست سيل والبيزوفيل دولي اكو فيهم ريسبتر خاص يقعد عليه الاي جي اي. من يقعد هذا الاي جي اي ويفوت الرجين خاص، انتيجين خاص بالحساسيه معينه،
الشخص هو المفروض عنده تحسس من هذا الالرجين، فمني لزمه هذول الخلايا اللي واقف عليهم البيزوفيل او الماست سيل ايش راح يسوون؟ راح يفرزون المواد اللي بداخلهم، المواد اللي بداخلهم اللي هي حبيبات اكو بالسيتوبلازم مالتهم، تقوم تفرز مواد، هاي المواد هي اللي تسبب الحساسيه بالجسم. وهاي كمثال عليها، هذا الرجين اللي هو انتيجين راح يدخل، راح منو ياخذ الانتيجين بريزنتنج سيلز اللي هي قد تكون بالغالب مايكروفيج، طبعا هو بهواي انواع التايب 1، قد يكون بالجلد، قد يكون بالجهاز التنفسي، قد يكون بالانف والفم. هسه تشوفوهن ان شاء الله ناخذ انواع وتعرفوهن. فكمثال خلينا نقول انه هذا الالرجين الدخل، هذا الالرجين او الانتيجين هو حبيبات الطلع اللي يسموها بولن جرانلز كمثال، هي تعتبر من ضمن انواع الهايبر سنسيتيفيتي تايب 1 او اللاتكس مال الجلد مال الجفوف. فنقول هاي البولن جرانلز دخلت، اشتميناها، اشتمها واحد عنده حساسيه، اذا شايفيهم بالربيع يقومون هواي يعطسون من يشتمونها حبيبات الطلع. هاي الحبيبات يقول لك عندك تحسس، تحسس مين؟ من هاي الحبيبات. دخلت منو يتلقاها؟ يتلقاها الماكروفيج. الماكروفيج شو يسوي؟ راح تاخذها وتدخل تروح للدم، شو تشوف؟ تشوف التي هيلبر سيل. تي هيلبر سيل تقول لها انا داخلي فالجسم غريب اريدك تعالجي. فالتي هيلبر سيل عن طريق الام اتش سي تايب 2 اللي موجود على الماكروفيج، احنا مو قلنا التايب 1 يفعل السيتوتوكسيك تي سيل والتايب 2 يفعل التي هيلبر. فمن اشوفه على التايب 2 مال الام اتش سي مال الماكروفيج راح يسوي؟ يفعل البي سي ال. البي سي ال شو تسوي؟ شوف الانتي بودي شو تسوي له؟ تفعل له، تتحول الى بلازما سيل وتنتج له اي جي اي انتي بودي. هاي الاي جي اي شو يصير؟ قسم من عندهم باوندد اون ذا ماست سيل اند بيزوفيل، توقف على الخليه. من توقف عليه بس تلزم لهذا الانتيجين، قبل راح شو تسوي؟ تقوم تفرز المواد اللي بداخلها. هاي المواد موجوده حتى تفرز بكميات قليله. بحاله الالرجي تايب 1 الرجي او تايب 1 هايبر سنسيتيفيتي راح تفرز بكميات كلش كبيره. من تفرز بكميات كبيره راح تاثر على الجسم وسبب لنا التحسس اللي يصير عندنا. This type of reaction may be mild to severe. احنا قلناها، مو قلنا life threatening or mild. فهذا يا اما يكون التايب 1 خفيف نقدر نعديه، او سيفير اللي هو شديد كلش وقاتل بعض الاحيان. ف maybe mild or severe and maybe localized يعني مكان محدد، or disseminated or systemic نسميه، يعني يا اما يكون مكان معين او systemic بكل الجسم يشتغل، او او مثلا نظام كامل يشتغل عليه. فاكو مثال انا معطيكم an example of mild، شوفوها بالوردي mild reaction اللي هي ناخذ عليها الallergic conjunctivitis. هواي تقريبا من عندنا من عندهم هاي الحاله الكونجكتيفا اللي هي العين، مرات يصير بها تحسس بالعين تقوم تحكها دائما من يلمسها، فد قطع غبار شغلات مثلا فشغله طخت عده تحسس من عندها، راح شي يصير بها قبل تحمر وتقوم تحكها تصير هيك حمراء مورمه على بالك. هاي يسموها الحاله الرجيك كونجكتيفايتس. الحاله الاخرى اللي هي الالرجيك رينايتس تعتبر من المايلد ايضا، يعني قليله الشده. هاي الالرجيك رينايتس اللي هي العطاس اللي يصير او نسميه الهاي فيفر، العطاس اللي يصير من نشتم حبيبات الطلع او الفطريات او نوع من هاي عندنا تحسس من عندنا نقوم نعطس هوايه، فيصير مثل الالتهاب تحسسي بالانف ومنطقه الانف والفم كلها، فتشوفون الخشم يصير احمر المريض. النوع الثالث من المايلد رياكشن اللي هو الازمه. الازمه هنا معناته الربو، كنا نعرف الربو جماعه مرضى الربو اللي من يصير تحسس عندهم شي يصير مثل ما شفنا هسه بهاي العمليه انه يدخل الالرجين تلزمه هاي بحاله الازمه، فهو دي يتنفس له فماده عنده تحسس من عندها، فش راح يصير؟ ماكروفيج لزمتها عرضتها على الام اتش سي تايب 2 شافتها تي هيلبر سيل راحت فعلت البي سي ال، البي سي ال تحولت الى بلازما سي ال، والبلازما سي ال كونت اي جي اي انتي بودي،
والاي جي اي انتي بودي اكو قسم من عندن يطلع حر وقسم يكون باوندد على البيزوفيل وال الماسيل. من يصير باوندد ويلزم الالرجين هذا فالماسيل والبيزوفيل راح يسوي تفرز مواد كلش هوايه يكون بالحبيبات مالتها. هذه المواد من اهمها اللي هي السيروتونين والهستامين وغيرها تفرزها بكميات كبيره بالجسم. وين المشكله من تفرز هوايه هذني المواد اثرا على الجسم؟ فهو الازمه ابو الرب وين تصير عنده بالجهاز التنفسي. المواد من تفرز هوايه شو تسوي؟ تسبب تقلص للعظم او تقلص للعضلات. هسه مثلا هاي القصبه الهوائيه ابو الربو من تنفس بالحالة الطبيعية احنا كنا هيك هي هالفتحة مالت تشوفوها كبيرة، بس من يصير عنده الرجيك فتقوم تفرز السيروتونين والهستامين من الماسيل والبيزوفيل كميات كبيرة. هاي شو تسوي؟ تأثر على هاي العضلات، فشو تسوي؟ تقوم تخليها تتقلص تتضيق. شوفوا شلون تتضيق، تصير الفتحات مالتها كلش صغيرة، فيختنق المريض ابو الازمة ابو الربو. فايش يسوي؟ يحطوا له جهاز مال تنفس ويضربوا اوبر انتي هيستامين حتى تخفف عند الضغط وتقل هاي الشده مالت المرض او مالت الحاله مالته لحد ما تنفتح وترجع مثل هاي طبيعيه، يرجع نفس طبيعي، يطلعوه عاد بوقته من المستشفى. بس هي كلش مؤذيه جماعه الربو. هاي كل الحاله احنا نعتبرها مايلد، هاي الربو يعني متوسطه مو شديده. الشديده اكو حالات شديدة اللي هي انافلكتيك شوك تسبب، يعني بسرعة عامة فد ملاحظة انطيكم، تفاعلات الحساسية ما تصير من اول تعرض. يعني انا اول مرة اجي اشتم مثلا البولن، هاي الحبيبات الطلع، اول مرة اشتمها ما سبب لي تحسس. ايش راح يصير بيها؟ الجسم راح تلزمها الماكروفاج وتفعل نفس الشيء كل هالطريقة، بس شو تسوي وياها؟ تخلي ميموري، خلايا ذاكرة. من تدخل حبيبات الطلع مرة ثانية مرة ثالثة مرة رابعة، من المرة الثانية راح يبدي عندي التحسس. ليش؟ لأن عندنا ميموري شافها، راح شو يسوي؟ قبل يفرز لها اي جي اي كميات كبيرة، الاي جي اي كميات كبيرة راح تروح على الهستامين، تحفز الهستامين وتحفز السيروتونين يطلع من البيزوفيل وبالتالي تسبب لنا تحسس بالمنطقه، وشوفوا المنطقه تصير حمراء ومؤذيه. قلنا سيفير رياكشن، بعضها تكون انافلكتيك شوك. بعض الاحيان يقول لك اذا عندك حساسيه من الدواء لو لا الادويه من تاخذها وانت عندك تحسس منها ومتعرض لها قبل، اذا اول مره ماكو مشكله، بس اذا متعرض لها قبل تكون بعض الاحيان قاتله، يسموها انافلكتيك شوك، بوتنشيالي فيتال، قاتله بعض الاحيان. Death which occur in second exposure، ما يقول first exposure، second. ليش؟ لأن أول مرة يتعرف ويخزن ذاكرة يسوي لهذا الانتيجين أو الألرجين، حالة حال first immune response والsecondary immune response بالضبط. بس السكندري أنا راح يفرز كميات كبيرة من الـ IgE حصرا، مو IgM و IgA أو IgG. IgE هذا راح يسوي يقعد على البيزوفيل والماسيل، تفرز الهستامين، تفرز السيروتونين، وبالاخير راح تسوي سبب له انافلاكتيك شوك بكل جسمه، خاصه الادويه قسم بعض الاحيان لسعات الحشرات، قد تكون النحل او زنابير من القرصه، صار عنده تحسس من اول مره يعني جسمه تعرف عليه، ثاني مره من القرصه راح يسبب له تحسس كلش كبير، بعض الاحيان ولو احيان نادره يكون قاتل، لان الجسم كله راح يتأثر بهذا التفاعل، لأن يعني يقوم يفرز كميات كبيرة من السيروتونين والهستامين. And second exposure to the same allergen within very adjacent period and may lead to death within minutes. يعني أخذه ورا مثلا أسبوع رجع أخذ نفس الجرعة مال دواء وصار عنده تحسس بأول مرة أخذه تعرف على الجسم، ورا أسبوع 10 أيام أخذه مرة الأخرى الجسم من شافه مرة الأخرى هو عنده تحسس منه، فينتج كمية كبيرة من الهستامين والسيروتونين بسبب وجود الاي جي اي عليهم، واكثرهم جماعة الاكثر اشهرهم تقريبا جماعة الحساسية للبنسلين وغيرها، دول يكون عندهم مشكلة خاصة بالادوية. الميكانيزم شلون تشتغل التايب 1 هايبر سنسيتيفيتي، شلون يعني راح تشتغل؟ انا سحكيتها تقريبا بصورة صغيرة، هنا انا هم اوضحها لكم. الالرجين taken by antigen presenting cells
الخلايا اللي مقدمة الانتيجين اللي قلنا تحتوي على MHC type 2، والتايب 2 قلنا يفعل تي هيلبر سيل، ام اتش سي تايب 1 يفعل سايتوتوكسيك تي سيل، هاي عرفناها. فهاي الانتيجين بريزنتنج سيلز اللي هو الماكروفاج قد يكون موجود بالانف، موجود بالريسبيراتوري تراكت حسب مكان الالرجين راح يدخل. دخل اول مره عرفها، بس بالدخله الثانيه راح نحكي شو يصير. بروسيست بريزنتد وذ اتش ال اي سيستم كلاس 2، كلاس 2 المن يفعل التي هيلبر سيل، تي هيلبر سيل صار بيها نشطت اكتيفيتد، ايش راح اسوي؟ فعل البي سي ال، ليش؟ حتى تنتج اي جي اي بكميه كبيره. الاي جي اي القسم منه يكون حر والقسم منه يكون باوندد اون سيل، وقلنا يا سيل الماس سيل والبيزوفيل، ماس سيل والبيزوفيل. This will lead to the granulation of cells and release of vasoactive amines اللي هي الماس سيل اللي هي الهستامين السيروتونين وغير هالمواد اللي تكون داخله. وهاي بالضبط انه هو دخل الالرجين، شافت الانتيجين بريزنتنج سيلز اللي هي الماكروفاج، اخذته التهمته، سوت قدمته على الام اتش سي كلاس 2، منو شافه؟ تي هيلبر سيل، تي هيلبر سيل فعلت البي سيل، البي سيل شافته سوت راحت تحولت لبلازما سيل وريليز اي جي اي، صارت هواي عندنا ار جي اي. الاي جي اي وين باوندد؟ على الماس سيل او البيزوفيل، هذا شكلهم باعوا الجرانلز مالتها تكون زرقاء كبار. فهذول الاي جي اي بس يلزمون الالرجين، ها شو تسوي؟ تقوم تفرز هاي المواد مالتها وتفرزها بكميات كبيره، يسموها دي جرانيوليشن، يعني طرح المكونات الحبيبات اللي بداخلها. اكو فد مصطلح يسمونه الاتوبي، الاتوبي هو شنو؟ هو از ا تايب 1 هايبر سنسيتيفيتي رياكشن، تايب 1 هايبر سنسيتيفيتي رياكشن تو انفايرومنتال انتيجين ان جينيتيكالي سسبتبل انديفيدجوالز، يعني هو يصير عنده تحسس للانفايرومنتال انتيجين، بس التحسس مالته جاي وراثيا تقريبا، يعني اكو عامل وراثي يلعب دور بيه. This produce يصير يعني من أول تعرض راح يفرز كمية كبيرة من ال IgE، ليش؟ لأن هو عنده genetically susceptible. In atopic disease جماعة الأتوبيك ديزيز 75% من ال patient مالتهم هم positive family history، يعني عندهم history، عندهم تاريخ بالعائلة أنهم ذولي عندهم atopy. شلون نعرف انه هذا تايب 1 هايبر سنسيتيفيتي رياكشن؟ شلون نعرفه؟ لازم اكو فد شيء نسميها ريكوايرمنتس او احتياجات تايب 1 هايبر سنسيتيفيتي رياكشن. بما انه احنا قلنا لازم بي انتي بودي، واهم انتي بودي هو من هو الاي جي اي، لذلك من اهم ريكوايرمنتس او متطلبات الهايبر سنسيتيفيتي اللي هو الاي جي اي which is called reagenic antibody. نسميه الاي جي اي، ممكن نسميه رياجينيك انتي بودي. ات از جوت سبيسيفيك ريسبتور اون سيرفيس اوف ماس سيل اند بيزوفيل. اوكي، تذكرون الريسبتور مالته بالباراسايت عليه من كان؟ عليه خليه؟ هذا سؤال لكم، انا شرحت لي بوقتها. بس بالالرجيك تايب 1 يصير عنده ريسبتورز وين؟ بالبيزوفيل والماس سيل، هاي اهم شيء. هذا الاي جي اي منو يفعله؟ لازم اكو يا الرجينز اللي هي الانتيجينات، ومثال هاي الامثله مهمه، انا اجيب لكم واحد من عدة تعرفوا لي نوع تايب هايبر سنسيتيفيتي. مثال بلانت بولينز اللي هي هاي الحبيبات الطلع مال نباتات، هوست داست اللي هي الاتربه الغبار مال هاي مثلا نمكت البيوت تطلع بعده تراب، هاي ايضا يسبب تحسس. بعض الاغذيه تسبب لنا تايب 1 هايبر سنسيتيفيتي مثل ميلك، فيش، سمك، إكس، ناتس، مكسرات. بعض الأحيان الإنسك فينام، هاي طبعاً الجماعة الأتوب تكون خطرة، اللي مثل البي، الواسب ستينكس اللي هي النحل والزنابير. الدراكس والكيميكالز، أنتيبايتيك مثل البنسلين والأنتيسيبتكس. بعض الأحيان واحد يصير عنده تحسس من ريحة الديتول وغيرها يقوم يعطس، فهذه أيضاً تعتبر ألرجينز. بعد ايش نحتاج؟ صار عندنا اي جي اي والرجين، لحد الان ماكو مشكله.
هذول من يتحدون لازم وين هذا يكون مرتبط؟ مرتبط ويا الماسيل والبيزوفيل مو؟ لأن هو عنده رسيبتر عليهم، فصار عندنا بيزوفيل وماسيل مرتبط عليهم اي جي اي ومرتبط ويا الالرجين، فهذول ايش راح يسوون؟ يفرزون الفازو اكتيف امينز، فازو اكتيف امينز ميدياترز نسميها، اللي هي هيستامين سيروتونين، هذول ايش يسوون؟ انكريز فاسكولار بيرمابيليتي، توسع الاوعيه، والهيبارين انتيكوغلانت فاكتور اللي هو كيمو اتراكشن نيتروفيلز، اللي بالتالي تسبب الى تجمع الخلايا وتجمع الهاي تقلص بالعضلات، وبالتالي خاصة جماعة الأزمة اللي يصير تضيق بالنفس. Genetic background puts individual at risk، اللي هي بعض العوامل الوراثية. أولا اللي هو الفاميلي هيستوري، إنه عادة جماعة التايب 1 hypersensitivity بالغالب جماعة الأتوبي يكون عندهم فاميلي هيستوري. Cannot predict specific reactions و higher level of IG associated with increased risk of atopy. عادة جماعتهم يكون قلنا عليه IGE يفرز بكمية أكبر في حالة الأتوبي. شلون نعرف الحالة هاي type 1 hypersensitivity؟ لازم بيها signs and symptoms. signs و symptoms. فحسب مكان الالرجي صاير وين بيا مكان صاير راح نعرف شنو التايب مال السيمبتومز ساينس والسيمبتومز. فاذا كان بالسكين ايش راح يسبب لنا؟ يورتيكاريا، هاي اذا شايفيها الاحمرار اللي يصير من تحكوه يسموه يورتيكاريا. ديرماتايتس، اتوبيك ديرماتايتس، هذا يصير عنده ايضا تحت الجلد، يصير مثل الاحمرار والمنطقه تصير جافه. والنوع الثالث من التايب 1 هايبرسنسيفتي اللي هي الاتوبيك اكزيما. الاكزيما هو شايفيها خاصة اللي يستخدمون جفوف، هو يلبسون اللاتكس مالته يسبب الدرماتايتس، يسبب اكزيما، التايد الغسل وهاي شغلات هواية كلها تسبب اكزيما. هاي في حالة السكين. في حالة الريسبيراتوري سيستم عندنا الهاي فيفر او نقدر نسميها الارجيك راينايتس والازمة. الازمة اللي هو الربو، فتعرفون انه الالرجيك رينايتس او الهاي فيفر العطاس القحة هاي الاعراض مالتها. الازمة تعرفون كبل يختنق يقوح يقوم صعوبة النفس يصير عنده. اذا كان عندنا هايبرسنسيفتي بالجاسترونتستينال تراكت فيكون الاعراض بالغالب كطبيعة هو الفوميتنج والدياريا، واذا كان باليورينر تراكت راح يصير عندنا هيماتيوريا اللي هو خروج الدم بالاذرار. الدياجنوسيس طبعا بالهايبرسنسيفتي مهم حتى نعرف شنو سبب التفاعل او يا نوع من الهايبرسنسيفتي. فبحالة التايب 1 عندنا نوعين من الفحوص، يا اما ان فيفو يا اما ان فيترو. الان فيفو هو عبارة عن حقن انتيجين انتراديرمالي او سوبرفيشيال، يعني خليه على الجلد، نحقنه بالجلد شوية او خليه على الجلد وننتظره. الناتج مالته ايش راح يكون؟ ويل اند فلير، يعني احمرار دائره تصير حمراء وبعض الاحيان تصير اعلى من مستوى الجلد، يا اما يكون سريع وذين 30 منت او بعض الاحيان شويه يتاخر الى 5 الى 24 ساعه، يعني خلال يوم بالزايد يطلع، يوم اكثر شيء 24 ساعه يطلع. النوع الاخر اللي هو الان فيترو راح ناخذ سيرام ونفحص به الاي جي اي، وهنا نوعين، عندنا بريست اللي هي جايه من بيبر راديو اميونوزوربنت تيست، والراس اللي هي راديو الرجو سوربنت اس اي او تيست، اللي هي نفحص بهن واحد كل الاي جي اي والثاني سبيسيفيك كلون اوف اي جي اي، يعني نوع محدد من الاي جي اي. التريتمنت طبعا الالرجيك بالعاده ما يستخدمون لها علاج، بس بالغالب شي يقولون افويدنس او الامتناع عن مصادر التحسس، مثلا avoid of exposure to allergen pollens، اللي عنده تحسس بوقت الربيع حاول يبتعد قدر الامكان عن الاشجار اللي تفرز الallergic pollens حتى ما يصير عنده تعطس. بعض الاحيان الحالات الشديده يستخدمون دراكس مثل الانتيهستامين، يعني عامل يشتغل عكس شغل الهستامين.
which is cause block histamine receptor site, while corticosteroid epinephrine prevent release mediator used in case of anaphylactic بالحالات الخطرة. الكورتيزول والانتيهستامين ممكن تستخدم بالحالات الشديدة. Immunotherapy by repeated injection of increased doses of allergen. بعض الأحيان ناس يعني مستمرة عندهم الحساسية ومزعجة كلش، فشي سووا لهم؟ يعطوهم immunotherapy. immunotherapy معناتها علاجات مناعية قد يحقنهم بانتيبادي أو بسيلز معين. شكرا جزيلا لحسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.